فن قتال ياباني نشأ تقريبا حوالي 900 سنة عمره. هو فن دفاع عن نفسه مش فن نزالي، الغرض منه هو الدفاع عن نفسه صرف، مش دخول بطولات، مش زي التايكوندو او البوكس او الالعاب دي بنقول عليها العاب نزاليه. المفروض في النينجوتسو ازاي نستخدم الجسم كله كسلاح، بمعنى ان انا مش ملتزم بنوع معين من المهاره. كل المهارات في الفنون القتاليه بنشتغلها، سواء ضربات ايدين ورجلين او بنستخدم الرمي او بنستخدم القتال الارضي او ضرب المفاصل او تثبيت المفاصل او الطرحات. ده بالاضافه لاستخدام مجموعه كبيره قوي من الاسلحه، الى جانب ان احنا بنحاول نستخدم اي حاجه حوالينا كسلاح بحيث ان احنا نقدر ندافع بيها عن نفسنا. اي فن قتالي او اي رياضه وارد ان يحصل فيها اصابه، بس عشان نتفادى الاصابات او عشان نقدر ان احنا نتمرن في التمرين بشكل كويس تبقى فعاله في نفس الوقت ما تبقاش مصابه، لازم يبقى في اعداد بدني الاول قبل التمرين. بيبقى في احماءات بنعملها، غير الاحماءات بيبقى في تدريب بدني غير التدريب الفني، وده مهم جدا. بان احنا بنبدا نشتغل على العضلات، نعمل تمرينات تقويه العضلات معينه في الجسم، نبدا نشتغل تكنيكات بشكل معين بيبقى سيف شويه للناس في البدايه، وبعد كده بنبدا نتدرج مستوى التمرين لحد ما نقدر ان احنا ندي التكنيك بشكل كامل للجاي يتدرب عندنا في المدرسه.